أجواء حماسية في ليلة رمضانية جميلة جدا. نتمنى أن تكون الأمور في مصلحة فريق الوداد الرياضي، الوداد ليملك بطولات عديدة الصعيد المحلي وكذلك الإفريقي، يناشد الكأس الثالثة، يناشد الكأس الثالثة بعد جيل 92، جيل فخر الدين والداودي وفرتوت وفاسيلي والنيبت وجيل بن شرقي كذلك، والأسماء التي كانت حاضرة في 2017، وهذه ميزة فوز. والوداد إن شاء الله يقرب البعيد ويكتر من بوديوم الشامبيونز ليغ 2019. الشمام ترجع عكسية الكرة وبن شريفية موعد أبطال أفريقيا، وكان ذلك عام 1994. جهاد جريجة يعطي مخالفة للوداد، حذاري من الكرات، إصابة أمام اتحاد طنجة، وهذه كرة الحداد، حداد اللي وزع وخطورة ومرتدة الكرة. نتذكر الموسم الماضي في لقاء الإياب الترجي ضد الأهلي، المصري خسر خدمات شمس الدين الدوادي وفرانك كوم بسبب الانذار الثاني. كذلك امام الكره تلعب سريعه في دار الدفاع لكن رائع، هنا معقفين ويستحق الكلمه طبعا فوزي البنزرتي. جهاد جريجة طبعا لاعبي الوداد يحاولوا التاثير، غيلان الشعلاني كذلك عنده انذار ولن يلعب كذلك مباراه الاياب. هذه هي الكوارث اللي في انتظار جماهير الترجي. جهاد جريجة يتوسط مرة أخرى بإنذار سيحرم غيلان الشعلاني لولا التدخل لأشرف داري. أشرف داري قلب الدفاع يقوم بالمخالفة وأشرف داري عنده إنذار، لو يعطيه الحكم إنذار لن يلعب مباراة الإياب. خلينا نشوفه جهاد جريجة، نعم لن يلعب مباراة الإياب. بلايلي لبلايلي يوزع كرة كما هذه يلزمها في القائم الثاني يا يوسف. أيمن بن محمد العداد رد بالك وكرة بالراس، كرة بالراس لم يكن قناص. يا ساتر استر يا ساتر، بعيد عن الخطورة والعمق الهجومي، ومعز بن شريفية بكرة من النيران الصديقة سريعة. محمد ونجم يحاول المرور يوزع والكرة خارج الميدان. رد بالك يا معز، يد اسماعيل يحاول التسويب والحكم يطلب اللعب، ممتاز. جهاد جريجة ترجي يلعب بالكرة، يعدي البدري والانذار. ابراهيم نقاش كان ضروري الانذار. شمام في القائم الثاني، جول جول جول، جيب الجول يا ترجي، جيب الجول يا ترجي، شنو هذا يا ترجي؟ الماكينة الترجية برشا برشا قوية في العاصمة المغربية، جمهورك يغني عليك، جيب التيتر يا ترجي، فوسيني كوليبالي. افريقيا يا ناس تعرف سلطانها، مع الترجي ما تحكيش، جمهورك بالالقاب يعيش يا ترجي. كوليبالي على مرتين، حذاري حذاري، التسويب وهدف التعادل. اسماعيل الحداد والعلمود المدافع الايسر، يعني هذا مدافع ايسر، وينو انيس البدري؟ وينو البدري؟ المفروض هو اللي يرجع مع المدافع الايسر ايوب المدافع الايسر لتشكيلة الوداد، هو اللي عاد وجاء من بعيد. انفجار الان في الجماهير الودادية بهدف التعادل. امشى لل 18 ويأتي مخالفة للترجي، النتيجة مشاهدينا الكرام واحد بلاش للترجي. الترجي مازال بالاسبقية التاريخية، يلغى الهدف بقرار حكم الفار في الاستشارة طبعا باملاك تسيما، والقرار ان محمد اونجم. صلاح الدين السعيدي، وفي هذه اللحظات يعلن الحكم الدوري المصري. جهاد جريجة على نهاية الشوط الاول باسبقية. الحداد هذه كرة اخترع، توندي يسدد بجانب بن شريفية، ركنية نصير يوزع وتسويب. المنارة لدفاع الترجي، كرة سريعة، جيب الانذار. ابراهيم نقاش سانر الانذار والورقة الحمراء. نقاش
نقاش ينال الحمراء. إذا اصفرت أحمرت. باي باي مع السلامة. باي باي مع السلامة لولو. إلى اللقاء لولو. إبراهيم نقاش إلى جانب أشرف داري. ما يلعبوش في رادس. ما يلعبوش. نقاش حمرت له الورقة بعد ما اصفرت له كابتن الوداد بكل العذاب يا البدري. والتصويب وذا كوم وين يا كوم وين. الوداد في وضعيات الارتباك والترجي يا ناس فتاك فتاك. شنو هذا يا ترجي؟ ايش ناي وبالراس وين شامو ومرتادة أستر يا ستار أستر يا ستار. وداد جهاد جريجه يطلب اللعب والكرة للترجي. جهاد جريجه رائع إلى حد الآن يطالب المغاربة يحاولوا التأثير. هذه الكرة من خليل الشمام في صدره. الكرة من الجانب هذا للأمانة الصعب الحكم عليها. اكتف ولا يد خليه القرار لبملاك تسيما في الاستشارة. وجهاد جريجه في القرار بعشرة نائبين. يلعب الوداد بعد إقصاء كابتن الفريق إبراهيم نقاش. إذن القرار بستار. أستر يا ستار أستر يا ستار. ويقول ليست هنالك ضربة جزاء. العدالة تتكلم الآن. أيمن الحسوني مشاهدنا الكرام. البدري وهذا لوكوزا ومرة أخرى فرانكوم والحارس أحمد التجنا. إسماعيل الحداد يراوغ يصاب بجانب باس بن شربيع. شفنا كيفاش أيمن بن محمد لما يمشي للناس على الهجومية يخلي مشاكل. ونجم يراوغ ونجم وين يصاب بعيد يستفيد منها تباع الترجي. رد بالك يا معز يا معز. بدر جيب الجول جيب الجول. غريبة عجيبة. شنو هذا أنس؟ ما هذا بدري؟ بدري بدري حب يجيب الجول باليسار. قوة دمار للبدري. ركنية للترك. اسماعيل الحداد يوزع كرة بالراس وهدف التعادل. هدف التعادل للوداد المغربي. والترجي مشاهدنا الكرام مرة أخرى يقبل هدف على كرة ثابتة. والله يعني غريبة وعجيبة. الترجي مرة أخرى وهذا الموسم كم تعددت أهداف ضد الترجي من كرات ثابتة. الإيفواري الشيخ إبراهيم كومار.